خلصت دراسة حديثة إلى أن تناول العشاء بعد الساعة 6 مساء قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، وحذرت هذه الدراسة النساء بوجه خاص من تناول العشاء في وقت متأخر. تقول الحكمة العربية القديمة إن المعدة بيت الداء، ويقول العلماء إن ما تأكله ليس المسؤول الوحيد عن خطر الإصابة بالأمراض، بل إن توقيت الأكل قد يلعب دوراً كبيراً في هذا الإطار. وها هي دراسة أمريكية تحذر النساء التي يتناولن العشاء بعد الساعة 6 مساء، فقد وجدت الدراسة أن تناول العشاء في وقت متأخر يزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم وضعف السيطرة على نسبة السكر، وهو بمجمله ما قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، ناهيك عن معاناتهن من زيادة الوزن. فالنتائج أثبتت أن كل زيادة قدرها 1% في السعرات الحرارية المستهلكة في المساء تزيد من علامات التأثير على صحة القلب. ولم تنظر الدراسة في بيانات الرجال، لكن العلماء يشيرون إلى إمكانية حدوث آثار مشابهة لديهم، ويوصي العلماء بأن لا تزيد السعرات الحرارية بعد الساعات 6 مساء على 30% من إجمالي عدد السعرات اليومية، وهو ما يعني 600 سعرة حرارية للنساء و750 سعرة حرارية للرجال. نناقش هذه الدراسة ونتائجها مع ضيفتنا من دبي اختصاصية التغذية الأستاذة نادية الموسوي. أستاذة نادية، أهلا بك معنا في 9 من سكاي نيوز عربية. السؤال الأول اللي يطرح، ما العلاقة التي تربط توقيت يعني أخذ الغداء أو العشاء أو أي وجبة مع تأثيرها على جسم الإنسان؟ والسؤال الأكبر في الاستوديو الآن، لماذا حددت الساعة 6 بالتحديد في هذه الدراسة؟ يا أهلا، مرحبا، مساء النور. أهلا وسهلا. الحين في بعض دراسات يتكلمون من الساعة 6 وفي بعض يتكلمون من الساعة 8، فحسب يعني الدراسات. ولكنه الشيء اللي ندري أنه الناس بالعادة يعني يوقفون الشغل مالتهم على الساعة 4-5، فمن 6 وبعد يجوز يتعشون. المشكلة أنه عملية الأيض مال الجسم أو حرق الجسم يقل في فترات المسائية، هذا واحد من الأسباب. يعني أنا إذا أكلت وجبة ثقيلة على الغداء فعندي وقت عشان أهضمه، ولكنه من أكله بالليل كل ما يكون أكثر متأخر في ساعة المسائية كل ما راح يكون عندي مشكلة الهضم، لأنه عملية الأيض تكون أبطأ. هاي أول نقطة، فهذا يروح بالنمط إذا أريد مع 24 ساعة مالتنا. أستاذة نادية، قبل ما تنتقلي للنقطة الثانية، الساعة 6 إذا في حال الإنسان يتأخر في نومه، يعني ينام لنقل عند الساعة 11، ممكن أن يأكل عند 6؟ أنه ما ممكن نحن كأشخاص نعمل في الليل أن نأكل عند 6 ونمضي كل الليل من دون أكل. إيه نعم، هذا السؤال جدا حلو، لأنه إذا أنا أكلت مثلا، إذا الشخص ينام متأخر مثلا أكل ساعة 7 وهو ينام ساعة 1، إذا سوى عمليات مثلا يعني فعاليات رياضية أو حتى مشى أو رايح للتسوق مثلا أو مجلس، هذا الشيء يسوي أنه عملية الأيض مالته يكمل يحرق ويحرق بشكل طبيعي. المشكلة أنه أكثر الأوقات أكثر الناس يأكلون بكثرة في وقت الليل في وقت متأخر، وأكثر الأوقات يكونون جالسين ما يسوون أي فعالية ثانية. يعني حتى قراءة أكثر الناس ما يسوون، يجوز يشوفون التلفزيون أو يشوفون الموبايل مالتهم وهم جالسين يجوز يأكلون. والمشكلة اللي بعد هذا، العلماء يعتقدون أنه الناس أيضا في فترة المسائية ما يشربون كفاية مي. يعني أنا من أجي أكل وجبة دسمة وجبة ثقيلة، المفروض أنه أشرب مي عشان أحاول أحرق هذني السعرات الحرارية. طيب، قبل ما تنتقلي للنقطة الثانية، كنت تودين أن تتوقفي عن نقطة مهمة أساسية. الدراسة أيضا توقفت عند النساء وحذرتهم بوجه خاص، لماذا النساء وليس الرجال؟ نعم، أكيد في دراسة صايرة في هارورد مثلا تتكلم عن الرجال، ولكنه إحنا نعرف أنه
عملية الأيض أو حرق الجسم عند النساء أبطأ من الرجال. ليش؟ لأنه النساء يعني بشكل عام عندهم أقل كتلة عضلية من الرجال. فعلى مد هذا هاي الدراسة يعني دا تحدد أكثر شيء عند النساء. هاي أول نقطة. ثاني نقطة، المشكلة مال النساء أنه في فترة المسائية، لأنه إحنا يجوز بالشغل أو حتى مو بالشغل، يجوز تكون ربة بيت، يجوز ما عندها وقت تاكل طول اليوم أو تاكل بشكل قليل، فالمستوى مال السكر بالجسم ينزل. هذا الشيء يسوي انه يعني تشتهي الحلويات اكثر فتاكل حلويات اكثر. بالعاده احنا نعرف انه المراه تاكل حلويات او شوكليت يجوز اكثر من الرياجيل، وهذا ايضا واحد من العوامل انه الدراسه صايره عند النساء. فالشيء اللي جدا جدا مهم، هاي الدراسه تحدد بالذات شيء جدا مهم، انه نقول انه السعرات الحراريه يعني لازم تكون مثلا المراه تحتاج الى 2000 سعره حراريه باليوم، بعد ساعه 6 فقط 30% من هذني السعرات الحرارية أنا أقدر أخذها، يعني 70% أحاول أخذها في فترة الصباحية أو قبل الساعة 6. نعم، شكرا جزيلا أستاذة نادية الموسوي اختصاصية التغذية، حدثتنا الليلة من دبي.